قالت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيا الحوثي شنت هجوما مدفعيا واسعا على مواقع الجيش الوطني جنوبية محافظة مأرب، وخاضت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية بعد خرقها للهدنة الأممية بصورة مفاجئة، وذلك بعد أن جرى التوصل لهدنة تمتد لشهرين تم التوصل إليها بين أطراف النزاع اليمني برعاية أممية بداية من أول أيام شهر رمضان المبارك.